السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر، والتي نتحدث فيها عن رفض نظام الأسد خزينته بمليار ونصف المليار دولار من ممتلكات المعتقلين، ومسؤولية الأمم المتحدة في الوصول إلى حل لملف المفقودين والمعتقلين في سوريا. كشفت جمعية حقوقية أن نظام الأسد صادر ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن مليار ونصف المليار دولار من مواطنين متهمين بالمشاركة في الاحتجاجات ضد النظام، في وقت طالبت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لحل ملف المفقودين في سوريا. المزيد في التقرير التالي. عشرات الآلاف من السوريين حرموا تعسفيا من حريتهم في ظروف قاسية، وكثيرا ما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. بهذه الكلمات وجهت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت لضرورة التحرك العاجل لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة في سوريا وحل ملف المفقودين. باشليت شددت خلال جلسة عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والعدالة ووقف فظاعة الانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا بأقصى سرعة ممكنة. نحن بحاجة للتحرك بسرعة، نحن بحاجة للتحرك الآن، وعلينا أن نكون سباقيين لأن الضحايا وعائلاتهم لا يستحقون أقل من ذلك. المفوضة السامية اعترفت بوجود تقصير واضح في التقدم بمعالجة ملف المعتقلين في سوريا، مشيرة إلى أن الوضع الحالي لعشرات آلاف المعتقلين وأماكن وجودهم ومصيرهم ما يزال مجهولا. انتهاكات النظام لم تتوقف عند اعتقال معارضيه، إذ كشفت مجموعة حقوقية أن الأسد صادر ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن مليار ونصف المليار دولار لمعتقلين متهمين بالانضمام إلى الاحتجاجات ضد النظام. جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا قدرت تعرض ما يقارب 40% من المعتقلين بعد عام 2011 لمصادرة أملاك شملت متاجر ومنازل ومجوهرات وسيارات وبساتين زيتون، وفق ما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية. الجمعية لفتت إلى أن النظام حاول الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال هذه الإيرادات، بالإضافة إلى ضمان عدم بقاء أي شيء للمعتقلين السابقين الموجودين في المنفى يمكن أن يعودوا إليه. وتقدر شبكة سوريا لحقوق الإنسان أعداد المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا بأكثر من 151 ألف شخص وفق أحدث تقرير صادر عنها منتصف آذار 2022. وحول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي السيد محمد منير الفقير منسق في جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، ينضم إلينا من إسطنبول. بالمحامي علي رشيد الحسن المستشار القانوني، ينضم إلينا من غازي عنتاب، أهلا بكما. أبدأ معك سيد الفقير، تحدثتم عن مليار ونصف المليار دولار هي قيمة ممتلكات صادرها النظام لمعتقلين سوريين، على ماذا استندتم للتوثق من هذا الرقم؟ ما في صوت. تسمعوني سيد؟ لا أسمع. طيب، أتحول بالسؤال إلى السيد علي رشيد الحسن، كيف يمكن من خلال هذه التقارير التي توثق مصادرة النظام لممتلكات السوريين استعادة حقوق من صدرت أملاكهم؟ تحية لك ولضيفك الكريم وللأخوة المشاهدين. أهلا بك. طبعا في الوقت الحالي لا يمكن استرداد ولا يمكن الحديث حول هذه الآلية أو استرداد الممتلكات أو ما تم اغتصابه في ظل بقاء نظام بشار الأسد، كونه ما زال هو الخصم وهو الحكم. لذلك في الوقت الحالي مع بقاء هذا النظام لا يمكن الحديث بأي أمر يتعلق سواء بالتعويض أو بإعادة هذه الممتلكات أو حماية هذه الممتلكات مع بقاء النظام السوري، كونه هو الذي أصدر القوانين التي صادرت هذه الملكيات وهو من شرع السرقة وهو من قام بإصدار القوانين والمراسيم
وجعلها قانونية وشرعناها من أجل الاستيلاء على كل من وقف بوجهه وكل من قال لا ليبقى بشار الأسد في هذه في السلطة. ولا يمكن يعني التفريق بين جهة وأخرى، بين شخص وآخر، كله مشمول، أي معارض للنظام مشمول في هذا الإجراء؟ بالنسبة في الوقت الحالي كونه يعني لا يوجد قانون في سوريا، هناك شريعة الغاب هي من تسود بسوريا. يعني اسمح لي أن أتحدث بشيء لمدة ثواني حول واقع ومثال حقيقي كان موجود في عهد النظام وما زال حتى هذه اللحظة. تفضل. شخص يدعى يوسف الأسعد، أمين فرع حزب حماس سابقا، حضر إلى منطقة إسخيلبية، طبعا هو من حورات عموري يوسف الأسعد ومعروف لدى السوريين كلهم. تحدث مع أحد الموظفين والموظف ذكر كلمة القانون، فكان رد يوسف الأسعد عليه قالوا نحن من وضعنا القانون من أجل تطبيقه عليكم وليس من وضع القانون حتى يطبق علينا. إذن هم من وضع القانون لتطبيقه على الرعية وليس على الرعاة، واعتبروا هم الرعاة في سوريا والشعب السوري هو كلهم بالوقت الحالي يعني أمورهم يجب أن تكون مستباحة من قبل هؤلاء الرعاة أو هذه العصابة أو هؤلاء المتنفذين. لم يبقى يوسف الأسعد فترة بسيطة في فرع الحزب، تم ترقيته إلى الأمين القطري عضو قيادة قطرية في دمشق. إذن ماذا تترجى من نظام أوجد القانون وشرعنا السرقات وشرعنا سلب أملاك المواطنين السور الذي حمل الملكية الخاصة وعدم التعرض إلى الملكيات الخاصة وأعطى الحريات؟ يأتي القانون أو يأتي بشار الأسد ليصدر مراسيم وقوانين تخالف الدستور. إذن في الوقت الحالي لا يوجد في سوريا لا قانون، هي شريعة الغاب وهم المتنفذين، ولا يمكن في الوقت الحديث في الوقت الحالي الحديث عن أي أمور قانونية في ظل بقاء بشار الأسد. طيب أنتقل إلى السيد محمد منير الفقير، أهلا بك معنا مجددا. هذه الممتلكات التي صادرها النظام للمعتقلين ومعارضي النظام، ما هي مصادركم في التوثق من هذه الأرقام؟ في الحقيقة أول شيء مساء الخير لك ولضيفك الكريم، مساء النور ورمضان كريم على بلدنا وشعبنا. بالحقيقة جهدنا بهذا الموضوع استمر من قرابة عام، مستمر بالتواصل مع كل الناجين اللي نحن موثقين عندنا، وأيضا نحن ناجون كمنظمة ضحايا، فوثقنا جينا استبيان حول حالات عدد كبير من الحالات الناجين من الاعتقال، وهذا الاستبيان كان واضح ومحدد في سؤال مخصص حول هذا الموضوع بالذات، الموضوع الملكيات، ملكيات الناجين والمعتقلين السابقين كيف تم التعامل معها. كثير حوالي مثل ما شفتوا في التقرير حوالي 40% من المعتقلين السابقين وأيضا حتى المعتقلين من خلال أهاليهم تمت مصادرة ملكياتهم إما من خلال مباشرة فور الاعتقال أو بناء على قرارات صادرة عن الأجهزة الأمنية أو عن المحاكم الاستثنائية بحجة أنه هذا المعتقل أو الموقوف هو شخص إرهابي وبحاجة لمصادرة أمواله التي كانت تستخدم لدعم الإرهاب. هذه حجة كانت دائما يعني إجراء احترازي يقولون لمصادرة أموال أو الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعتقل أو ما يسمونه الموقوف. فحوالي عدد كبير من الحالات اللي أذكر الآن كم حالة، لكن عدد كبير من الحالات من الناجين الذين هم موثقون عندنا وغير موثقين عندنا تم جاء استبيان معهم خلال سنة من الآن وتم الحصول على هذه المعلومات. طيب سيد فقير، بحسب متابعتكم التي تحدثت عنها قبل قليل وآليات المراقبة والتقييم، متى بدأ نظام الأسد اتخاذ خطوة مصادرة أموال المعتقلين؟ وهل هناك صنف معين من المعتقلين يقوم النظام بمصادرة ممتلكاته أم الموضوع شامل؟ لا هلا فعلا هو ما له شامل، لأنه حوالي نسبة كبيرة صح، بس هي ما لها 100%، هي 40%.
مثل ما حكيت قبل شوي، في عمليات مصادرة يعني بتصير ما لا منظمة ما لا رسمية، هي عندما يتم اعتقال المواطن من بيته يتم الدولية نفسها بتعمل عمليات نهب، وفي بعدين لبعض المعتقلين خلينا نسميهم اللي هن أصحاب قضايا معينة، ما بس معتقلين عاديين، في ناس من المعتقلين العاديين تمت مصادرة أملاكهم، لكن اللي بشكل أساسي تم مصادرة أملاكهم هو الناس خلينا نقول قياديين، ناس مؤثرين، ناس عليهم قضايا كبيرة تمت مصادرة ملكياتهم. طيب فبالتالي بالنسبة اليوم 40%، إذا نحكي عن 100% فحتشمل ناس من غالبية الناس اللي تم اعتقالهم ما لهم علاقة بأي شيء. طيب اسمح لي أن أنتقل إلى السيد علي رشيد الحسن قبل أن نذهب إلى الفاصل. سيد علي، ما هي الطرق والوسائل التي ينبغي على عوائل المعتقلين أن يتخذوها لحماية ممتلكاتهم وميراثهم من عمليات المصادرة التي يتبعها النظام؟ طبعا بس اسمح لي بعجالة ما ذكره الأستاذ محمد أنه 40%، لا أنا أخالفه هذا الأمر، ولا هي الحقيقة أكثر، النسبة أكثر من 40% وأكثر من 80% مصادرة أملاكهم، ولدينا توثيق ما يعادل توثيق الشبكة بأن النظام السوري صادر تقريبا أكثر من 80% من أملاك معارضين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، وكل من تم اعتقاله أو تم تصفيته إما صدرت أملاكه، طبعا المنقولة بالمئة مئة تم مصادرتها سواء من آليات أو ما شابه ذلك، والأشياء المنقولة كاملة إضافة إلى الملكية الخاصة، الملكية العقارية، وضع الإشارات الحجز وبيعها في المزاد العلني، ومنها من استولي عليه وما زالت موجودة بيد من أيد النظام أو شبيحة النظام السوري. نرجع إلى السؤال الذي تم ذكرته، لا يمكن في الوقت الحالي للسوريين حماية هذا الأمر على الإطلاق. يعني معلش، إذا يمنع في محكمة الإرهاب التوكيل المحامي أو زيارة الشخص أو حتى السؤال عنه، فكيف لشخص لديه أملاك وهو مطلوب أن يحمي هذه الأملاك؟ أولا قبل كل شيء عليه أن يجري تسوية مع النظام، يجب أن يرجع إلى سوريا سواء إذا كان في الخارج أو كان في النزوح بالداخل. طيب. عليه العودة ثم إجراء تسوية ثم تسليم نفسه من أجل توثيق العقارات أو منقولات، ومن بعدها يبدأ حمايتها. طيب. من عاد، طبعا هناك تقارير عديدة ذكرت في أشخاص عادوا من ألمانيا وعادوا من هولندا من أجل حماية أملاكهم، من أجل الاعتراض على القرارات الحجز، من مجرد نزولهم من المطار تم اعتقالهم، ومنهم من بعد الاعتقال تم تصفيتهم، وكثير من الأشخاص من عادوا من أجل حماية أملاكهم تم تغييرهم في السجون واختفائهم قسريا، ومنهم من قتل تحت التعذيب. وضحت الصورة. تفضلوا بالبقاء معنا ضيفينا ومشاهدينا، مستمرون معكم لكن بعد الفاصل. مسؤولية الأمم المتحدة في الوصول إلى حل لملف المفقودين في سوريا. مرحبا، كلنا نصغي للحكاية بعقل يتتبع تفاصيل الأحداث بعناية، وقلب يرمق النهايات برفق، لكن حكاياتنا اليوم جاءت بقيمة مضافة فائقة النفع. لقد قررنا أن نتحسس معكم طريق الشخصية الإنسانية بطلة حكايتنا، ونفهم الروح الخلاقة التي منحتها كل هذا الإنجاز الرائع. برنامج صناع التغيير فرصة سانحة لا تضيع من أجل أن نراجع معا سيرتنا الذاتية في ظلال تجارب إنسانية رائدة. Thank you.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج ثنايا الخبر، وفي حلقته التي نتحدث فيها عن رفض نظام الأسد خزينته بمليار ونصف المليار دولار من ممتلكات المعتقلين ومسؤولية الأمم المتحدة في الوصول إلى حل لملف المعتقلين والمفقودين في سوريا. تحدثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحدثت عن ضرورة تعزيز الجهود لمعرفة مصير المفقودين في سوريا، مشيرة إلى تعرض المعتقلين في سجون النظام إلى التعذيب المستمر بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال. لنتابع. هذه المأساة المروعة على نطاق واسع مع فقد الأشخاص في ظروف مختلفة مثل النزوح أثناء الأعمال العدائية أو أثناء الاعتقال، وفي كثير من الأحيان يرتبط هذا بمجموعة انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات. كما قال الأمين العام في إحاطته العام الماضي، عشرات آلاف سوريين تعرضوا للحرمان من حريتهم بشكل قسري في ظروف قاسية، وكثيرا ما كانوا يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة. الرجال والنساء والأطفال بمن فيهم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما تعرضوا للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز. مع دخولنا العام 12 من الصراع السوري، ما يزال هناك ضعف واضح في معالجة مأساة وفيات المفقودين. على الرغم من العمل الدؤوب الذي تبذله الجمعيات الأسرية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الهيئات الدولية، ما يزال مكان ومصير عشرات الآلاف من الأشخاص مجهولا. وأجدد الترحيب بضيفي في هذه الحلقة، السيد محمد منير الفقير منسق في جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا من إسطنبول، والسيد المحامي علي رشيد الحسن المستشار القانوني من غازي عنتاب. أهلا بكما مجددا. أبدأ معك سيد الفقير، هل لديكم تواصل مع الأمم المتحدة لإطلاعها على أحدث التقارير التي ترصدوها داخل سوريا؟ طبعا الرابطة تواصلها مستمر مع لجنة تحقيق لجنة تقصي الحقائق، وأيضا بشكل دائم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في الأمم المتحدة، وبالإضافة إلى منظمات دولية أخرى ومنظمات دولية حقوقية أخرى. فنحن على بشكل مستمر تقاريرنا، وشفتوا كمان التقرير ساعدتنا في نشره الجارديان، فتقريبا يتم يعني نشر على كبريات الصحف الدولية، وأيضا من خلال تبادلنا مع الجهات الدولية الخارجيات حتى لوضعهم في صورة ما يجري باتجاه المعتقلين وملكياتهم واتجاه أهاليهم واتجاه المختفين قصرا أيضا. وما مدى استجابتهم لتقاريركم؟ لا، لحد الآن الاستجابة هي دون الحد المطلوب، في سقف معين ممكن يصير في استجابة، لكن هذا السقف مرهون بالاستعصاء السياسي بما يتعلق بها بالقضية السورية وبقضية المعتقلين بشكل أساسي. يعني في حد معين عم يصل فيه تجاوب لحد معين هو غير مرضي، لكن بالحد الأدنى إداني شجب، ولكن أكثر من ذلك لحد الآن ما صار في تحركات جدية تجاه ملف المعتقلين المختفين قسرا وكل ما يلوذ بهذا الملف. يعني على سبيل المثال اليوم لا نزال نطالب بأنه يصير في تفتيش للسجون، يصير في ضغط على النظام لكشف عن مصير المفقودين، يصير في ضغط على النظام لإيقاف التعذيب، هذا بالحد الأدنى، ما أنسى ما حكينا بالإفراج عن المعتقلين. كل هذه الأمور اللي ممكن أنه تصير ما في أي تحرك تجاهها، هذا بيستوجب جهد على مستوى المنظمات الدولية وجهد على المستوى السياسي، ولكن للأسف لا شيء يعني يحدث تجاه هذا الملف سوى أنه توثيق ويعني بيانات استنكار وشجب يعني. لكن اليوم للأسف لم يخرج معتقل واحد للأسف بهذا الضغط الدولي. طيب السيد علي رشيد الحسن، أنتقل إليك. 11 عاما وما يزال ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا عصي عن الحل، ما هي مسؤولية الأمم المتحدة برأيك للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين في سجون النظام؟ طبعا سيدي، مسؤولية الأمم المتحدة، الشعب السوري كل من قتل هو بعلم ومسمع الأمم المتحدة وبمباركة الأمم المتحدة والدول الراعية للأمم المتحدة.
لو طبعا الأمم المتحدة إذا لاحظنا الحرب الأوكرانية الروسية خلال لم يمضي عليه 35 يوما اجتمع مجلس الأمن أكثر من عدد الأيام، إضافة إلى تشكيل محكمة جنايات دولية، وبدأت الإدانات وتقديم الأسلحة والدعم إلى أوكرانيا من أجل الوقف حرب روسيا. ولكن 11 سنة في القتل والتدمير والممنهج والكيماوي والأسلحة المحرمة دوليا والموثقة وبموافقة الأمم المتحدة، ولم تتحرك الأمم المتحدة. نحن لا نترجى من الأمم المتحدة في يوم من الأيام أن تقدم أي شيء إلا إذا أرادت الدول التي أوجدت الأمم المتحدة. أصلا الأمم المتحدة هي كانت نتيجة الحرب العالمية وانتصار الدول، فهي أوجدت حتى تحاكم الآخرين وتبقى تحت الهيمنة. الأمم المتحدة لم تقدم للشعب السوري حتى هذه اللحظة، ما زال القتل حتى هذه اللحظة، وما زال التدمير الممنهج، ما كل شيء يخالف القوانين الدولية ما زالت ترتكب بسوريا وبعلم الأمم المتحدة. وتعطل مجلس الأمن والأمم المتحدة نتيجة القرارات الفيتو أكثر من 12 مرة أو 13 مرة استخدمتها روسيا بوجه الأمم المتحدة في مجلس الأمن. إذن لا يوجد دور للأمم المتحدة حتى هذه اللحظة. ما وجدناه خلال 30 يوما في أوكرانيا لم يقدمه خلال 11 عام في سوريا. عدد القتلى في أوكرانيا حتى هذه اللحظة لم تعادل المجزرة التي والمجازر التي ارتكبت في قرية أترينسي وفي قرية معرزاف وفي القرى. هذه المجازر لم تسوى شجب في الوقت الحالي، حتى الإدان انتهت. حتى قديما كان بان كي مون يقلق، في الوقت الحالي بوش بيدرسون لم يقلق. لم يبقى للسوريين إلا التوحد في وجه هذا النظام وإعادة الثورة من جديد من أجل هذا يقودنا للسؤال سيد الحسن، على الطرف الآخر كيف من الممكن أن يتعامل المجتمع الدولي مع إنكار نظام الأسد المستمر لوجود معتقلين في سجونه فضلا عن مصادرة أموالهم؟ طبعا سيدي، بالنسبة للنظام الأسد اعتبر ملف المعتقلين الورقة الأقوى من أجل رفع العقوبات. لا يمكن أن يتقدم هذا الملف، هو وجده أوجده للمساومة. إذا أردتم أن يتقدم هذا الملف عليكم أن تتنازلوا مقابل هذا الملف. رفع العقوبات الاقتصادية ورفع الحظر، رفع عدة أمور، هو النظام السوري يساوم على ملف المعتقلين. إذا كانت الأمم المتحدة جادة في أجل حل هذا الملف أو تقديمه، عليها إحالتها إلى الجهات المختصة ووضعها تحت البند السابع في أو إصدار قرار تحت الفصل السابع في حال لم ينفذ النظام السوري في إعلام من هو موجود داخل السجون وأعدادهم وحتى المفقودين وحتى المختفين قصديا وطريقة الوفاة. في ذلك الوقت سنرى أن النظام السوري خلال أسبوع واحد سيظهر كل أسماء المعتقلين حتى المتوفين وسبب وفياتهم ومن هم المسؤولين عن استشهاد هؤلاء الأشخاص. طيب. طبعا من أمن العقاب أساء الأدب، والنظام السوري أمن العقاب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لذلك ما زال حتى هذه اللحظة يحاول وسيبقى حتى يصل إلى مرحلة الضغط الفعلي إذا كانت جادة الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل تقديم هذا الملف أو التقدم بهذا الملف. عليهم الضغط على بشار الأسد والنظام السوري أكثر مما يجي في الوقت الحالي. وطالما أن النظام أمن العقاب كما يقول السيد الحسن، سيد منير، ما هو دور المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني في الضغط على نظام الأسد للكشف عن مصير المعتقلين في سجونه؟ يعني خارطة الطريق لديكم؟ اليوم في مسؤولية كبيرة بتحملوها المنظمات المجتمع المدني بشكل أساسي، منظمات الضحايا والناجين اللي هي حراك للأهالي وللضحايا وللناجين من السجون. كل ما قدر هذا التحرك يصير يعبر عن حراك شعبي مجتمعي قوي بيقدر يضغط بشكل مباشر أو غير مباشر على المجتمع الدولي لا يصير في تحرك جدي مثل ما تفضل أستاذنا من شوي بالشكل اللي تفضل فيه. دون ذلك ما ممكن يصير شيء. اليوم الأمر منوط بأصحاب القضية نفسهم،
بأصحاب المأساة نفسهم، أهالي الضحايا والناجين. هؤلاء إذا لم يتحركوا، إذا لم ينظموا أنفسهم، إذا لم يكن هناك لديهم خطاب واضح ومحدد يترجم مطالبهم بالإفراج عن ذويهم، بالكشف عن مصير مفقوديهم، بوقف التعذيب، بإلغاء المحاكمات الاستثنائية، بإغلاق سجون المعتقلات الموت مثل سجن صيدنايا وأشباهه، إذا لم يكن هناك تحرك من أصحاب القضية نفسهم يضغط على السياسيين ويضغط على المجتمع الدولي، يضغط على السياسيين السوريين قبل المجتمع الدولي أصلا. نعم. إذا ما كان في هذا التحرك فلن نستطيع أن نؤثر، ولهذا التحرك أوجه، يعني هذا التحرك يفترض به أن يؤثر حتى على المجتمعات خارج سوريا، والتي سيجعل من هذه القضية قضية حية. اليوم وصلت الفكرة. قضية نعم. أوكرانيا من جعلها حية أيضا؟ الضغط الشعبي باتجاه قضية أوكرانيا والتبني السياسي المنافق للدول لهذه القضية. نحن أولى كمنظمات ضحايا بالتحرك تجاه هذه القضية لأجل طبعاً. خلق حالة من الضغط على النظام. أشكرك السيد محمد منير الفقير، المنسق في جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا، كنت معنا من إسطنبول. كما أشكر المحامي علي رشيد الحسن المستشار القانوني، كان معنا من غازي عنتاب. والشكر كذلك موصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج صيدنايا الخبر، والتي تحدثنا فيها عن رفض نظام الأسد خزينته بمليار ونصف المليار دولار من ممتلكات المعتقلين، ومسؤولية الأمم المتحدة في الوصول إلى حل لملف المعتقلين والمفقودين في سوريا. إلى اللقاء.